ارتفعت أسعار النفط اليوم بعدما تراجعت المخزونات الأمريكية طبقا لمعهد البترول الأمريكي، ووسط مخاوف من تراجع الانتاج عالميا بسبب التوترات في الشرق الأوسط، حيث ارتفعت أسعار عقود خام برنت تسليم يونيو بنسبة 16% عند مستوى $72.60، وصعدت أسعار عقود الخام الأمريكي تسليم مايو بنسبة 17% لتصل عند مستوى $67 للبرميل.